الآن هنتكلم بمناسبة الآباء الرسل باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عيد الآباء الرسل بنسميه عيد استشهاد بطرس وبولس، عيد استشهاد بطرس وبولس. في الحقيقة أن بطرس وبولس من أهم الآباء الرسل، ولهم أشياء كثيرة يتفقوا فيها وأشياء كثيرة يختلفوا فيها. من جهة الاختلاف، بطرس كان من الاثني عشر رسولا، من تلاميذ المسيح الاثني عشر الذين تمتعوا به وتتلمذوا على تعليمه وعاشوا معه. أما بولس فلم يعرف المسيح إلا بعد سنوات من القيامة، بل بعد استشهاد استفانوس رئيس الشمامسة. بطرس الرسول كان صيادا جاهلا، أما بولس الرسول فكان عالما من العلماء، وكان دارسا للغات، وتتلمس تحت قدمي غمالائيل المعلم العظيم. بطرس الرسول كان رسولا للختان، أي لليهود، وحتى كتب رسالته إلى يهود الشتات في الدياسبرا، يعني في الشتات. أما بولس الرسول فكان رسولا للأمم، ولذلك نجد هذا الأمر واضحا في رسالته إلى غلاطية الإصحاح الثاني، حيث يقول لهم: على الناس إذ رأوا أني أؤتمنت على إنجيل الغرلة، يعني على الأمم، كما بطرس على إنجيل الختان، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل بي أيضا للأمم. فكان مسؤول عن الأمم وبطرس عن اليهود. خلاف تاني، بطرس كان أسلوبه بسيطا يناسب تعليم البسيط كجاهل، بينما بولس في بعض الأوقات كان أسلوبه يحتاج إلى تفسير، وقال عنه بطرس إن في رسائله أشياء عسرة الفهم يؤولها غير العارفين إلى هلاك أنفسهم. بطرس كتب رسالتين فقط قصيرتين، أما بولس الرسول فكتب 14 رسالة. بطرس الرسول تقرأ عنه من أول الإنجيل ومن أول أعمال الرسل، وبولس الرسول ما تقراش عنه غير من إصحاح التاسع من أعمال الرسل، حيث دعاه المسيح، وبعدين في إصحاح 13 وضعت عليه اليد هو وبرنابة، وتقريبا من إصحاح 13 في سفر أعمال الرسل بقى بولس لوحده، إلا في إصحاح 15 مجمع الرسل. بطرس كان رجلا متزوجا، لأن المسيح شفى حماته فهو كان متجوز، لكن بولس كان إنسانا بتولا. ولكن طبعا بعد ما بطرس دعي
ترك بيته وزوجته وعاش للمسيح. دي النقط اللي بيختلفوا فيها. النقط اللي بيتفقوا فيها: كل منهما أرسله الرب يسوع أو دعاه الرب يسوع. بطرس دعي وهو يصيد هو وأخوه، والمسيح قال له هو وأخوه هلم ورائي فأجعلكما صيادي الناس. وبولس دعاه المسيح وهو في الطريق إلى دمشق وقال له صعب عليك أن ترفس مناخس. أنا ما قعدت أفكر في حكاية مناخس دي، يعني زي ما يكون واحد ركب حصان وفي منخاس بينخس فيه والحصان ما يقدرش يرفس المنخاس. ايه المناخس دي؟ انا يخيل الي ان بولس الرسول او شاول الترسوسي على الرغم من اضطهاده للكنيسة كان في شعور جواه مما يراه من معجزات الرسل ومما يراه من تأثير المسيحية، فكان حاجة بتنخسه في قلبه وهو بيقومها ويستمر في وضعه كمضطهد للكنيسة. فجاله المسيح وقال له صعب عليك أن ترفس مناخس، في حاجة جواك بتشعرك بالحق اللي انت بتضطهده وانت بتزرجم بتعاند بترفس، فصعب عليك انك تستمر في هذا الوضع. ولهذا آمن بسرعة وكان قويا في إيمانه. بطرس وبولس يتفقان معا في الغيرة والشجاعة ونشر الملكوت. كل منهما كانت عنده غيرة مقدسة وشجاعة. بطرس الرسول كان لا يترك مناسبة إلا ويتكلم فيها عن اسم المسيح، ولما منعوه قال لهم ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. وشجاعته في نشر الكلمة سببت له متاعب كثيرة من اليهود ورؤساء الكهنة، ولكنه صبر على كل هذا. كان رجلا شجاعا وعنده غيرة. وبولس الرسول كان شجاعا جدا وكان عنده غيرة، ووقف قصاد ولاه وملوك وكلمهم بكل جرأة بكل جرأة. ومن أجل غيرته ساعد كثيرا في نشر الإيمان. ولذلك بولس وبطرس كلاهما كان لكل منهما قوة التأثير العجيبة في كلماته، قوة التأثير. بطرس في يوم الخمسين بعظة واحدة جاب 3000 للإيمان، وفي أعماله الكثيرة كانت تنضم آلاف أخرى. وبولس الرسول نفس الوضع في قوة التأثير اللي فيه. يكفي إن هو وهو بيكلم أغريباس الملك قال له أغريباس بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا، وهو بيكلم في لكس الوالي عن البر والدينونة والتعفف ارتعد في لكس الوالي من كلام بولس. وطبعا نشر الإيمان اشتغل فيه بولس بأسلوب كبير جدا جدا، لدرجة ان البعض كانوا بيقولوا ان هو مؤسس المسيحية بعد المسيح. يعني بطرس وبولس كل منهما
كان أسقفا مسكونيا ليس خاصا بمكان محدد. يعني في بعض الرسل كان لهم مكان محدد زي يعقوب أسقف أورشليم، لكن بطرس وبولس كل واحد منهم كان أسقف مسكوني إكيومينيكال، ما كانش يختص بلوكاليتي خاصة محددة عمومي للكل. ولذلك بطرس وبولس كل منهما أسس كنائس عديدة، ما تخصص في كنيسة واحدة. بطرس وبولس يتفقان معا في أن كل منهما تعرض للاضطهاد وللاستشهاد، تعرضوا للسجن هما الاثنين. معروف بولس كيف كان موجودا في سجن فيلبي مثلا، ومعروف بطرس كيف خرج دخل السجن أيام هيرودس الملك اللي كان عايز يقتله. الجلد، كل منهما جلد. بولس قال 5 مرات قبلت من اليهود 40 جلدة إلا واحدة، وبطرس وباقي الرسل جلدوا وسجنوا. يتشابه بطرس وبولس في أن كلا منهما أقام ميتا، دي ما جاتش عن بقية الرسل. فبطرس الرسول أقام طابيثة من الموت، قال لها يا طابيثة قومي، فقامت في أعمال 12. وبولس الرسول أقام افتيخوس اللي وقع من الطائرة في أعمال 20. بولس قعد يوعظ لغاية بعد نص الليل، والوادي عيني نعس وكان قعد عند الطاقة، فنزل من الطاقة ميت جاهز، فأخذوا بولس واحتضنوا وأقامه من الأموات وقال لهم ما تتضايقوش، نفسه لا تزال فيه. بطرس وبولس كل منهما كان حازما حازما في كرازته ورعايته. يظهر حزم بطرس في موقفه من حنانيا وسفيرة، حكم عليهم بالموت فماتوا. في حزمه بالنسبة لسيمون الساحر. بولس أيضا كان حازما بالنسبة لخاطئ كورنثوس، ودي موجودة في كورنثوس الأولى إصحاح 5. قال إن أنا أأمر إن هذا الإنسان يسلم للشيطان لإهلاك الجسد لتخلص الروح في يوم الرب. كان حازم، وحزمه أيضا بالنسبة لعليم الساحر ضربوا بالعمل. بطرس وبولس كل منهما كان يستطيع أن يمنح الروح القدس للآخرين. بالنسبة لبطرس في أعمال الرسل إصحاح 8 لما ذهب هو ويوحنا إلى السامرة وما كانوش خدوا الروح القدس، أول ما وضعوا عليهما الأيادي حل الروح القدس عليهم. وأيضا لما كان بيوعظ في قصة كورنيليوس حل الروح القدس على جميع الموجودين وتكلموا بألسنة. بولس الرسول أيضا في بالنسبة لأفسس، بطرس الرسول بالنسبة للسامرة في أعمال 8، وبولس الرسول بالنسبة لأفسس في أعمال 19 لما كانوا ما أخدوش الروح القدس، أول ما وضع عليهم الأيادي قبلوا الروح القدس، فكان بوضع أيديهم بينال الروح القدس. بطرس وبولس كان كل منهما صانع معجزات،
معجزات كتيرة جدا، من الصعب ان احنا نحصيها، لكن نضرب امثلة. معجزة الراجل الاعرج عند باب الجميل، لما كان بيستعطي وبطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة لكن الذي لي اياك اعطيه باسم يسوع المسيح، قوم فقام. وبولس الرسول يقال ان المناديل والخرق التي كانت على جراحه كانت تشفي الامراض وتخرج الارواح الشريرة. بطرس وبولس كل منهما بشر في اليهودية وفي انطاكيا، وكانوا بركة للكنيسة هما الاثنين. كل منهما اهتم بالكرازة والتعليم. المسألة العجيبة بالنسبة لبولس انه جاء الى الرب متأخرا وفاق الكل، جاء متأخرا وفاق الكل، يعني هو لجه للمسيح في فترة تجسده على الارض، ولا كان من الاثني عشر ولا كان من السبعين، واول ما قامت الكنيسة اضطهدها اخر اضطهاد، ولكن اول ما ابتدى بقوة قوة جبارة فاق فيها الكل، لدرجة انه قال انا تعبت اكثر من جميعهم، انا تعبت اكثر من جميعهم. المشكلة ايها الابناء الاحباء ليست متى نبدأ وانما كيف نبدأ، ليست متى نبدأ وإنما كيف نبدأ. جايز الواحد يبتدي علاقته مع الرب متأخرا، ولكن الطريقة والحماس والقوة والروح تخليه يسبق الكل. القديس أغسطينوس بدأ متأخرا وقال في اعترافاته للرب، قال له أنا تأخرت كثيرا في حبك، تأخرت كثيرا في حبه، لكن أول ما ابتدى بطريقة جدية فاق كثيرا من القديسين الذين كانوا قبله. المهم كيف يبدأ. لقاء بولس مع المسيح كان نقطة تغيير في حياته وفي حياة الكنيسة كلها. نقطة تغيير في حياته ان بعد ما كان انسان مضطهد للكنيسة بقى انسان ناشر للايمان ومدافع عن الكنيسة. بعد ما كان راجل صاحب سلطة بياخد جوابات من رؤساء الكهنة ويلقي رجالا ونساء في السجن، دلوه من زنبيل عشان يهربوه، فأصبح من أجل الكنيسة يتسجن ويتضرب ويتجلد ويهان إلى آخره. نقطة تحول في حياته. بولس الرسول كانت له رحلات متعددة، عشان كده قلب أسفار مرارا كثيرة. سافر من أورشليم إلى أنطاكيا إلى قبرص إلى آسيا الصغرى الى جزر الارخبيل الى كورنثوس الى تسالونيكي الى فيليبي الى روما الى اسبانيا، وعاد يفتقد البلاد التي خدم فيها. ان نقوم ونفتقد اخوتنا في البلاد اللي بشرناهم به. كان رجل لا يستريح اطلاقا، رجل اسفار ورحلات. وتلاقوا فيه نسخ من الكتاب المقدس تلاقوا فيها خرايط لرحلات بولس الرسول، خط سيره وهو ماشي في وقت ما كانتش فيه الاسفار مريحة زي دلوقتي. دلوقتي
تركب طيارة تلاقي نفسك عديت من هنا لإنجلترا في 6 ساعات 7 ساعات، ومن إنجلترا لأمريكا في 7 ساعات، حاجات يعني. وتاخد من أمريكا إلى هونولولو في حوالي 5 ساعات، وكمان 11 ساعة لأستراليا، تلاقي حاجة بسيطة. لكن أيام بولس كان يركب له سفينة، وممكن السفن تتكسر به في البحر، واتكلم كيف انكسر به السفينة وكيف قضى أياما في العمق. رحلات كانت صعبة، رحلات صعبة وشديدة. أيامنا رحلات مريحة. بولس الرسول تميز عن باقي الرسل بأنه صعد إلى السماء الثالثة وسمع كلمات لا ينطق بها. بولس الرسول تميز عن الرسل بأنه كان يتكلم باللسان أكثر من جميعهم، ومع ذلك قال لما أقول 5 كلمات بفهم أحسن ما أقول 10,000 كلمة باللسان، المهم إن أنا أبني كنيسة. بولس الرسول كانت عنده مواهب كثيرة، ومع ذلك كانت له شوكة في الجسد. ربنا اللي كان عارف إن خدمة بولس الرسول منتجة ومفيدة وبتجيب آلاف للمسيحية، لم يمنع عنه شوكة في الجسد. الواحد يتعجب كيف إن بولس خدم ربنا الخدمة العجيبة دي، وبيقول 3 مرات تضرعت إن يشيل مني الشوكة. قال له لا، تكفيك نعمتي، خلي الشوكة موجودة فيك. والشوكة دي قال عنها البعض إنها قروح في جسده، واخدة من كلمة المناديل اللي كانت على جسده كانت تشفي الأمراض. والبعض قال إنها ضعف في بصره، زي ما قال لأهل غلاطيا: لو شئتم لقلعتم عيونكم وأعطيتموني، أو كتب مرة وقال أكتب إليكم بحروف كبيرة. طبعا اللي نظره قوي يقدر يكتب بحروف رفيعة وهو فاهم، لكن اللي يكتب بحروف كبيرة جايز يكون بصره شوية كده. والبعض قال إن كان عنده حمى ملاريا بتجيله بين الحين والآخر متقطعة. أيا كان، كانت عنده شوكة في الجسد، وربنا لقى إن كويس ليه إن تبقى ليه الشوكة في الجسد. ما نتضايقش لما نشوف بعض من أولاد الله وخدام الله عندهم ضعف في صحتهم، ربنا يريد هذه الشوكة في الجسد لبعض أولاده. القديس بولس الرسول كان على الرغم من جهاده وخدماته كان إنسانا متواضعا جدا، لدرجة يقول في أنا آخر الرسل أظهر المسيح طول أناته. يقول وأخيرا كأنه للسقط ظهر لي أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأن اضطهدت كنيسة الله. طب يا أيها القديس العظيم، ده أنت دلوقتي عوضت كتير وأدخلت آلاف في الإيمان، لكن برضو فضلت النقطة عليه. يقول أنا الذي كنت من قبل مفتريا. ما فيش حد قال على نفسه أنه مفتري، يمكن غير بولس. واحد يقول أنا كنت مفتري. أنا الذي كنت من قبل مفتريا ومضطهدا للكنيسة، ولكني رحمت لأن فعلت ذلك بجهد. ويتكلم عن أخطائه وإنه أصغر الرسل وآخر الرسل، وإنه مش مستحق يبقى رسول. ويقول أنا لم أفتر أن أنذر بدموع كل أحد.
يعني لما يجي ينزل واحد ينزلوا بدموع من تواضعه، ويقول لهم بكتب إليكم أنا الذي هو في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر عليكم. يعني بيتكلم عبارات التوبيخ لأنه بعيد، وفي الحضرة لما يكون قصادتم يبقى ذليل. مين بولس ده اللي يبقى ذليل؟ ده الرجل الجبار ده كان إنسانا متواضعا جدا. على الرغم من جهاده، يعني أنا لما كلمتكم عن واحد تشابه والخلاف بين بطرس وبولس، أحب أقول من الخلاف أيضا إن بولس كان له عدد كبير من التلاميذ الجبابرة اللي نشروا الإيمان. كان من تلاميذه مرقس الرسول، وكان من تلاميذه لوقا الرسول، وكان من تلاميذه تيتوس الأسقف وتيموثاوس الأسقف، وكان من تلاميذه فليمون وأرسترخس وديماس الذي تركه. كان ليه تلاميذ كتير جدا، وله تلميذات كثيرات جدا. لعل منهم فيبي اللي ذكرها في رومية 16، وبريسكيلا زوجة أكيلا اللي ذكرها في رومية 16 وتكلم عن الكنيسة التي في بيتهما. وكان من تلاميذه برستيس المحروبة وتريبونا وأختها. ذكر عدد كبير من هؤلاء النساء في رومية 16. كان ليه تلاميذ كتير جدا، وكان بيخدم ليهم، وكان بيبعت لهم رسائل. ومن حماس بولس الرسول انه كان بيبعت رسائل وهو في السجن، زي ما يقول في رسالته الى افسس: اكتب اليكم انا الاسير في الرب. كان اسير، وكان يكتب احيانا ورجلاه مضبوطتان في المقطرة في السجن الداخلي وبيكتب رسائل. راجل كل لحظة من لحظات ربنا، والسجن ده ما كانش يهمه أبدا. كان مسجون في السجن وقعد يسبح لنصف الليل وهو في سجن فيليبي. وفي هذا السجن آمن على يديه حافظ السجن، حافظ السجن بتاع فيليبي، الجيلر بتاع السجن فيليبي، وخدوا البيت وعمدوا هو وعيلته كلها. راجل كان بيشتغل في كل وقت حتى في السجن. قابلته مشكلتان احب اقول لكم عليهم عشان تاخدوا بالكم منهم. اول مشكلة، مشكلة رسوليته. بعض الناس اللي ارادوا ان يقاوموه قالوا ده مش رسول، ده تلميذ للرسل. عشان كده وجد ان الرسالة بتاعته هتتهز، فابتدى يتكلم عن نفسه لكي يثبت ارساليته لا لكي يفتخر بنفسه. عشان كده قال لهم: جعلتموني غبيا لكي افتخر. اهم عبرانيون انا زيهم، هم الناس لابراهيم انا زيهم، هم رسل انا، بل بالعكس انا في الاتعاب اكثر، في السجون اكثر. قعد يفتخر، قال لهم جعلتموني غبيا عشان يفتخر، لكي يثبت ارساليته. ولذلك تلاقوا في حتت كثيره كان يقول بولس رسول من الله وليس من الناس، بولس رسول من يسوع المسيح، بولس رسول، عايز يثبت ارساليته. تاني مشكلة قابلته مشكلة التهود. يعني ايه التهود؟ يعني اليهود الذين آمنوا بالمسيحية أرادوا أن يدخلوا في المسيحية التي آمنوا بها
يدخلوا فيها العادات اليهودية، الأصوام اليهودية، المواسم اليهودية، السبت اليهودي. فبولس حارب هذا التهود، حارب هذا التهود، وقال لهم في كولوسي 2، رسالة إلى كولوسي إصحاح الثاني آية 16 و17، قال لهم لا يحكم أحد عليكم في أكل ولا شرب، إن ده نجس وده طاهر وده يصح يتاكل، ما كل شيء مش خاصة بالصيام، خاصة بالنجاسات والتطهير. لا يحكم أحد عليكم في أكل ولا شرب ولا من جهة هلال ولا سبت. الهلال اللي هو أوائل الشهور كانوا بيحتفلوا به، ولا سبت، لأن هذه هي ظل الأمور العتيدة. ابتدى يحارب هذا التهور، وحارب الختان أيضا، وحارب العادات اليهودية، مش عايزها تخش في المسيحية وتبقى مسيحية متهودة، لدرجة حارب بطرس لما دخل في هذا الرياء بالنسبة انه عايز يكرم اليهود في امور اتلغت وانتهت. فقال له اذا كنت وانت يهودي تسلك كالامم، فلماذا تطلب من الامم ان يتهودوا؟ تصوروا واحد بيوبخ حتى بطرس، الراجل في الحق ما يعرفش لا بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا، الراجل بتاع ربنا، بتاع ربنا. افتكر اني كلمتكم مرة قبل كده بس علشان تخش في موضوع بولس، ان بولس دعي من الرب من كل اقنوم على حدة، دعي من السيد المسيح في طريق دمشق في اعمال 9، ودعي من الروح القدس في اعمال 13 لما الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه، ودعي من الله الاب كما ذكر في غلاطيا اصحاح 1، غلاطيا 1:15، لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه في لابشر به بين الامم للوقت لم استشر لحن له. دعاني الله بنعمته ان يعلن ابنه في، يبقى ده الله الاب. رجل دعي من الله الاب من بطن امه، ودعي من الابن في الطريق لدمشق، ودعي من الروح القدس في وضع اليد عليه، ومع ذلك يقول انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسة الله. انت مش مستحق، امال مين اللي يبقى مستحق يا معلمنا بولس؟ هكذا كان اتضاعه. بولس الرسول ايضا من اكثر الناس، من اكثر الرسل حديثا عن النعمة والتبرير والايمان، وقد تحدث عن المحبة في كورنثوس الاولى 13. بركة الاباء الرسل تكون معنا جميعا. اتفضلوا.